أهلا بكم مشاهدينا من جديد. الغوص في أعماق البحار لصيد اللؤلؤ وانعكاسات هذه المهنة تراث المنطقة على الحياة الاجتماعية لسكان الخليج العربي، محور اللقاء الذي أجرته هالة بوعلوان مع السيد مصطفى الفردان الباحث الإماراتي في تراث الغوص على اللؤلؤ. نعم، من خلال هذا اللقاء بنتعرف على سمة الانصهار والتعاون اللي تميز فريق العمل لمواجهة تحديات مهنة الغوص والتجارة اللؤلؤ. نتابع. يسعدنا أن يكون معنا اليوم سيد مصطفى الفردان باحث في تراث الغوص على اللؤلؤ. صباح الخير سيد مصطفى، وشكرا على استضافتنا هون عندك بمنزلك الجميل. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم، نتشرف فيكم. أهلا فيك سيد مصطفى. سيد مصطفى، لما نحكي عن اللؤلؤ، اللؤلؤ هو تاريخ، اللؤلؤ هو تراث، اللؤلؤ حتى أثر ببناء سلوكيات المجتمع. صحيح. ياريت نسمع من خبير مثل حضرتك ما هو تاريخ اللؤلؤ مش بس بالمنطقة كمان بالإمارات. طبعا تاريخ اللؤلؤ قديم، ونحن نتكلم عن تاريخ عمره 7000 سنة في المنطقة، ولا زالت آثاره وتراكمات هذا التاريخ موجودة في وجدان أهل المنطقة، وطوروا هذه الإسقاطات والتراكمات في التنمية اللي صارت بعد النفط. فالدور يعني التقدير كله يرجع إلى هذا التاريخ الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. في ثلاث كلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، يقول نشكر التحديات والظروف والماضي الجميل الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه. ففعلا يعني نحن اليوم ننعم بهذا التاريخ، وممكن نستفيد منه كثير في يومياتنا، في سلوكياتنا، وتقديمه بطريقة مبتكرة وبطريقة حديثة إلى الأجيال القادمة. طبعا الإمارات هي بلد الإنجازات وبلد الطموح، ويعني إنجازاتها واضحة إلى كل قريب وبعيد، فإن شاء الله يكون له مردود اقتصادي ويكون اقتصادية تضخ في 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 اقتصاد البلد، يعني في الدولة. رائع رائع سيد مصطفى. هيك عندي أنا حشرية خاصة، هيدا الشغف اللي نشوفه بكلامك وبعيونك لما تحكي عن اللؤلؤ، هل هو متوارث مع أجدادك؟ هل هن كانوا بهيدا المجال ولا حضرتك هيك خلقت عندك هيدا الموهبة؟ لا والله، يعني أنا من الجيل السادس يمكن في هذه الملحمة التراثية، فهي يعني موروث، يعني يسمونه موروث. يعني كيف الموروث؟ يعني شفنا آبائنا وأجدادنا وأعمامنا وخيلاننا ومحيط الكامل، يعني وخاصة الطفل، يعني ما ينسى، يعني الطفل ما ينسى الأحداث اللي تدور حوله. يعني ويشوف، أنا مثلا شفت جدي وأنا صغير كيف بيتعامل مع اللؤلؤ بكل احترافية وبكل تقنية، فما يحتاج أحد يجي يعلم، يعني ويقول لك تعلم، أنت بروحك تتخيل يعني وتشوف هذا الرجل الكبير اللي له علاقة بالمجتمع، شاغل عمره بحبة اللؤلؤ هذه، شو السر اللي فيها، شو الأسرار اللي في هذه. فهذا الفضول اللي يكبر يعني، فبعد التعليم وبعد الدراسة في أمريكا وكذا، شفت أنا هو هذا الأصل، يعني هي هذه الأصالة، هو هذا المرجع الحقيقي في التنمية المستدامة صراحة. صحيح. يعني بخلينا هيك كمان فكر بالإنجازات اللي حضرتك عملتها عبر سنين، كلها مرتبطة بالتاريخ بالماضي والحاضر والمستقبل، عشان كل سنة حضرتك عندك مشروع جديد ودايما متجدد، وكلها أسبابها وأهدافها هي التنمية المستدامة. يعني إذا كنا عم نحكي مثلا عن معرض نوادر اللؤلؤ وكيف عم تحافظ على الماضي للجيل الجديد يشوفوه ويحافظوا عليه، ولا السباقات ولا الأعمال الموسيقية أو حتى الثقافية، حضرتك مؤلف كتاب، ليش كل مرة كل سنة هيك من وين بيجي الأفكار، التجدد الأفكار سنة عن سنة؟ يعني شوفي، الدعم الحكومي لا محدود صراحة، يعني تشكر عليه الحكومة. التوجيه، القيادة، يعني الشيخ حمدان رحمة الله عليه، حمدان بن راشد، بالنسبة لنوادر اللؤلؤ وجهنا إلى إقامة هذا المهرجان أو هذا المعرض، واستقطبنا نوادر اللؤلؤ من العالم في دبي. هذا كان بحد ذاته يعني دافع كبير.
لما نجي نشوف اليوم الشيخ حمدان بن محمد ورعايته لسباق القفال، يعني تكملته لهذه المسيرة، يعني هذا يخجلنا نحن ك يعني باحثين أو ك يعني مهتمين في هذا التراث، نشوف قمة الهرم هم بيحافظون على هذا، فبالتالي هذا دافع قوي إلى أي شخص سواء كان شاعر أو أديب أو مثلا تاجر أو موسيقار مثلا يبحر في هذا البحر، لأن هذا أنا في نظري يعني هو واجب وطني. نعم. وواجب إنساني في نفس الوقت. وحضرتك ركزت على هذا الشيء بالكتاب اللي ألفته. إيه نعم. كمان وكان عندك يعني تركيز كبير على الجيل الجديد لما بدي أقرأ هذا الشيء، شو تاريخ اللؤلؤ وشو أثاره. نعم. السلوكيات وبناء المجتمع. لا. اللؤلؤ هو يعني فن، هو يعني كثير متوزع أو يعني في عدة أمور مختلفة من عمل وفنون. مثلا احنا تكلمنا عن الفنون البحرية. نعم. فن النهمة مثلا. صح. كيف أنا ممكن أحول الفن النهمة إلى فلكلور عالمي؟ أنا عملت عمل متواضع مزجت بين النهمة والأوبرا في عمل أوكسترالي بإشراف محمد الكحوم، هو موسيقار عالمي، فإن شاء الله بيكون قريبا يعني يكون موجود هذا على الساحة. فهذا المزج يعني هو ارتقاء بهذا الموروث إلى الجيل القادم ونقدم له بطريقة مبتكرة وحديثة. فيعني هذه من ضمن الأمور اللي الإنسان ممكن يعني يساهم فيها ولها أثر إيجابي كبير على التمسك بهذا الموروث الثقافي. نعم سيد مصطفى، لما نحكي عن الغوص على اللؤلؤ ونحكي عن الفريق المتكامل، الشخص لحاله ما ممكن ينجح فيها من دون ما حضرتك مثل ما كنت عم تشرح لي قبل ما نبدأ الحلقة، فيها فن وموسيقى وفيها بحارين وفيها ممولين وفيها الشخص اللي بغوص بنفسه وشخص اللي بدربهم وكل، يعني فريق متكامل. إذا اللي عم يحضرونا هلأ بده يستفيدوا من تجربة الغوص على اللؤلؤ، وكيف يمكن للتكامل ضمن فريق لإنجاح أي ريادة من ريادة الأعمال وحتى التغلب على كل التحديات؟ عشان بوقتها لما كان في غوص كان تحديات كتير أكبر من هالأيام. هالأيام في كتير إمكانيات وتسهيلات ما كانت موجودة قبل بالتاريخ. كيف يمكن للمشاهد اللي عنده شغف يدخل أي قطاع مش بس قطاع اللؤلؤ أن يستفيد من هذا من هذه التجربة؟ إحنا خلينا نأخذ مثال واحد. نعم. النهام مثلا. نعم. النهام على السفينة هو المحفز. اليوم كل الشركات تريد من يحفز الموظفين في إنجاز مثلا مهمة معينة. نعم. المحفز اليوم في الشركة أو في المؤسسة التجارية هو ممكن يكون العمود الفقري إلى زيادة الإنتاج. شفنا هذا في السفينة، هو النهام. نهام هل فقط يغني ولا بيلعب آلة موسيقية ولا اثنين سوا؟ هو النهام يعني النهام بيغني أو بيرتل تراتيل أو عنده مثلا، أولا هو صاحب موهبة وصوت جهوري بالإضافة لأنه حافظ الأشعار. صحيح. فبيتعامل مع البحارة بيعرف لغة البادي لانجويج مالهم، فبيعطيهم الترنيمة أو القصيدة أو التغرودة أو الإنشودة بطريقة كيف يحفزهم على إيداع عمل في إيقاع معين وبترتيب نظامي بحيث أن يقدرون ينجزون هذا العمل بدقة متناهية في الدقة يعني. فهذا دور النهام، هو مش مغني ولا هو مطرب ولا هو إلى وناسة أو إلى لا هو رايح إلى عمل، وعمل يعني من الأعمال المهمة جدا جدا على السفينة. نعم. وهذا المفهوم الخاطئ اللي كان عن النهام. أي يعني بيسموا النهام للأسف أنه مغني السفينة أو مطرب السفينة، وهذا في نظري أنا إجحاف في 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 دور النهام. يعني ممكن الاستفادة من هالتجربة، تجربة الغوص على اللؤلؤ، إنه الفريق لازم يكون دائما متناغم متكافئ وما نستقل بأي يعني أي شخص من الفريق. كل فريق مهما كان عمله هو يعني أثره كتير كبير على إنجاح الفريق ككل، مثل ما تجربة اللؤلؤ، وكمان مثل ما حضرتك ذكرت الصحة العقلية. إذا بدنا نلخص كل هيدي التجربة للمشاهدين يستفيدوا من نصيحة حضرتك تقدم لهم إياهم،
إذا هلأ يعني هني يخوضون تجربة ريادة الأعمال، ما هي هذه النصيحة؟ أنا نصيحتي لهم أن يقرؤون عن اللؤلؤ، لأن في اللؤلؤ أسرار كثيرة إلى اليوم لم تحل. هذه الأسرار كيف يتكون اللؤلؤ؟ اليوم هذا سؤال مشروع. أنا اليوم قراءتي لهذا التاريخ أسست معارض دولية، شاركت في مهرجانات عالمية في الدولة هنا، أقمنا مهرجانات كثيرة. نعم. كان لها مردود اقتصادي، كان لها مردود ثقافي، كان لها مردود اجتماعي. يعني الإنسان لابد أن يختار الهدف ويكون الهدف واضح بالنسبة له. يعني تحديد الهدف الواضح، التصميم، المعرفة، التوعية، والتوعية المستمرة. وأكيد النمو المستدام. أكيد هي هذه الأشياء اللي بتخلي أي عمل ينجح. باب إلى رزق وباب إلى اقتصاد وإلى تجارة خصب وقليلين الموجودين فيه. وأنا أنصح الشباب يعني التوجه إلى هذا المنفذ وإلى هذا الطريق، لأنه واسع كثير وسقفه لا محدود مثل سقف دولة الإمارات يعني. صحيح. نعم. سيد مصطفى الفردان، شكرا جزيلا على المعلومات القيمة، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. أشكركم أنا على الاستضافة هذه، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله.